الدكتور أيمن الزواهري زعيم تنظيم الجهاد حاليا، ما كانش ياما زعيم. وأخطر دلوقتي حاليا وأخطر المتطرفين في الخارج بسبب صلاته الوثيقة مع أسامة بن لادن، قد باع زميله عصام الإمري وتعاون مع أجهزة الأمن لكشفه. حصل هذا. هم ما كانوا يقولوا على بعض، وكانوا يدعوا التعذيب من ضمن دعاهم التعذيب، عشان يقول لك انا اتضربت، انا ما قلتش كده اللي انا اتضربت، انه مش عادل اليوم انا بلغت عنكم او اعترفت بمين اللي معايا ومخازن كانوا السلاح فين. بيقولوا على بعض. بس حضرتك التصريح اللي انت بتقوله دلوقتي سوف يعني يثير ضغينة ايمن الظواهري اكثر من قبل عليك، لانك تتهمه ان هو مرشد انا مباحث. ما يهمنيش، هو ما كانش مرشد مباحث مستديم، ده جات الظروف في الواقعه دي، لكن انا لا يهمني انا الظواهر ولا يهمني تنظيم الجهاد ولا الكلام ده كله. انا بتكلم في تاريخ ومصلحه بلد، هم عارفين موقفي منهم، امال حاولوا يختلوني ليه؟ وانا موقفي واضح وما يتبدلش، ولا انا بخاف من موت ولا بخاف من ارهابيين، وبقول كده وهم سامعين كلهم. انا ساظل ضد الارهاب وضد الارهابيين ما بقيت في نفس. ان دي ناس مش عارفين مصلحه بلدهم فين، ولا دين ولا قيم ولا اخلاق ولا عرف ولا مصلحه بلد. هقول لك حاجه، ما نيجي نمسك تنظيم الفنيه العسكريه، للاسف كان رئيسه صالح ساريه العراقي، واصله اساسا فلسطيني عراقي، بقى امير قائد التنظيم، واندرج تحته من المصريين ناس على مستويات مختلفه. هل يقبلوا انهم هم يبقوا مرؤوسين بحجه ان ده امير ومش امير، وواحد في ايدهم يضربوا بلدهم ومسيرتها وانجازاتها؟ هما بيطلقوا لقب امير، تيجي تمسكي عشان المشاهدين بيطلقوا لقب امير تنظيم، يعني رئيس الخليه، تمسكي وليس بمعنى تنظيم أمير. الجهاد اللي برضو بدا بزنسه في مصر، سالم علي الرحال، فلسطيني اردني، وتحت ايده كان عبود الزمر وده وده وده، وايمن الظواهري دكتور محترم. هل هو ده برضو منطق، ودي الوطنيه وده الانتماء، ان يبقوا لعوبه واداه في ايد ناس ورباء عن البلد واجانب عنها ما يعرفوش مصلحتها وينفذوا مخططاتها، غير ما هم وراهم بقى من جهات اجنبيه ومنظمات اجنبيه؟ دي حاجه مخزيه وحاجه مؤلمه، بيبيعوا بلدهم ويمشوا ورا ناس زي دول. وبص تلاقيه يمكن ايمن الظواهري ده في الخليه بتاعته او الحلقه بتاعته رئيسه نجار او سباك او حداد، كلام فارغ. ناس فقدوا البصر والبصيره وعقولهم فقدوها خالص. ايوه، فتقولي لي يزعل ايمن الظواهري؟ لا، ما يزعل ده معناه انه ممكن يثير الضغينه، والضغينه قد يعني تنقلب الى صوره من اسوار تهديدك. وانا لما يهمني صوره من صور التهديد، لما انا اخاف من التهديد انا افقد ذاتي او الفتك بيك، لانك تسيء لي وتفضحه وتكشفه امام العالم انه مرحبا كان مرشد مباحث عن زملائه. مرحبا، وهم كلهم كانوا بيرسلوا عن بعض، وزوجاتهم كانت بترشد عنه، وزوجاتهم كانت بترشد عنه، زوجاتهم وتقول اسرار عنهم. خلينا نتكلم بقى نتكلم الحقائق بصراحه. انت عايزه اتكلم؟ انا عايزه اتكلم بصراحه. زوجاتهم بيرشدوا عنهم. طبعا، واقرب واحد لهم يرشد عنه. كل واحد فيهم بيقول لك يلا نفسي. وهم لما يدعوا التعذيب، عشان لما يقولوا انت قلت ليه المعلومات دي وارشدت عنها ليه، يقول انت تحت ضغط التعذيب ضربوني، هو ما اتضربش. ففي صفحات مطويه مؤلمه ومخزيه. اي دين اللي هم بيتمسحوا فيه ده يبرر هذا اللي بيعملوه؟ يضربوا مصالح بلدهم وضربوا مواطنينهم ويقتلوا الابرياء والستات والاولاد ويضروا اقتصاد بلدهم ويجوعوا ناسهم وشعبهم؟ اني دين ده، واني وطنيه، واني انتماء، واني